نواقض الوضوء أو مبطلات الوضوء. معنا بيجي بنوجي جلد اللي ودنا يحلد فيه مود انجوني. الأول خارج من السبيلين مطلقا، خارج من القبل أو من الدبر، من ذكر أو من أنثى، أي خارج ناقض الوضوء، بول، غائط، ريح، نعم. معنا كويالتي ريح جلد مهمنا كوها يسوت ولا كباو نو فوق وبنت الجلد اللي وعند كوهن إما كوهندو ولا كصوبة ولا كو إيان بيسو ولا كو إيان فاريلا نو فوق كو ولا هايره ولا كو جيلنجي كلاما كو يالتي نتان كيون كيون دي نو نو فوق بونتا سالي. نعم، زوال العقل بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون أو مخدر. مانا يوغو الحكي اللي نو بونا جولد يوغو الحكي اللي نو هرا أوتيجي أو فاقدابا ولا أو سولوبا نو فوق بونتا جولد ما سالي جيني. النعاس هل هو ناقض الوضوء أو لا؟ إذا كان يشعر بنفسه جاء إليه شيء من النعاس لكن يشعر بنفسه أنه لم يخرج منه ريح فوضوءه صحيح، وإلا لابد من إعادة الوضوء. وأنا صدق أقول ني صدق أقول ستايون أوتيجي إنه صدق يعني كونه هاجون هم صو يهوري ماكو ما عندي هوري ماكو إنهم بنتا سلي جيجم كونه نسي أوتيجي هاي صدق يك أو صواني هوري ماكو إنه هاي كوكو بنتا سلي جينو. نعم، أكل لحم الجزور لحم الإبل. Eh, no jaa muudun kadi ko bonata salligi e hala wobbe go nyaamu wol ma tew ngeloba arida nasra'a fi salam muhbita kull al a'mal mano ya yaltu gol ka diina yo allah won reenu e imorde dun do dun do ka ko bonata salligi na amma mas adh-dhakar yustahab lahu al wudu wallahu a'lam kon non sitay woni meemi awra muudun on no yida nde otigi salligoto kon bonata salligi.